الشباب انه قبل بيوم ولا بيومين او حتى في التمارين او اي شيء الاجواء تتعارف انت معسكرات الاجواء اكيد لازم تكون اكيد حلوه يا معت الشباب والمعسكر تتعرف على شباب اكثر يقول لك انت ما تعرف صاحبك اللي متسافر معه فالاجواء جدا جميله ايجابيه يعني الحمد لله لحد الحين ما عندنا اي اصابات وهذا شيء وايد ممتاز واللياقه البدنيه ترتفع يعني يوم عن يوم اكثر واكثر الاجواء جدا جدا جميله خالد ممتاز اللياقه البدنيه ترتفع يعني يوم عن يوم اكيد شوف صعب صعب انت قبل سنتين انت كنت يعني في وسط الترتيب في الجدول وتي موسم اللي بعده تاخذ الدوري شوف هذا اكيد ما جاء من فراغ جاء من عمل جاء من اجتهاد اللعيبه اجتهاد المدرب الاداره الكل تكاتف حاولنا نطلع بصوره طيبه والحمد لله رب العالمين توجنا ببطولتين اخذنا الدوري واكيد الكثير كان يعني في شارع رياضي مش متوقع العين انه ياخذ البطوله ولكن تعرف انت لكل مجتهد نصيب الحمد لله قدرنا احنا ان نطلع ببطولتين العام ونتمنى ان شاء الله الاجتهاد هذا او هذا اللي وصلناه انه ما ننزل نحاول ان نستمر على نفس المجهود ولازم نعطي اكثر حتى عشان نحافظ على المركز اللي وصلنا نحن اكيد شيء صعب جدا ان الواحد يوصل للمرحله هاي ولا صعب انك تستمر بنفس الموال اللي كنت فيه انت فاتمنى ان الشباب يكونوا مركزين اكثر لانه بيكون موسم وايد صعب الموسم هذا متاملين خير مع المجموعه هاي مع المدرب والاداره يعني ما قصرت وفرت لنا كل شيء نحن كلعيبه نتمنى احنا على الاقل نكافئهم لو على الاقل بطوله بطولتين الموسم هذا بنكون ان شاء الله نحن قادرين نرد الجميل على الاقل لابد انت تشوف في النهايه الشباب هم اللي بيساعدون اصحاب الخبره فهمت علي في الفريق فنحن يمكننا بداياتي انا معلينا ان كنت شباب بعدني كنت احاول اني اساعد الفريق فالشباب هاي اللي احنا ياخذون خبرتنا يحاولون يستفيدون منها يحاولون يطلعون كل ما عندهم لدرجة ان في عامر عندنا 17 سنة تقريبا الحارس اليوم اشوفه قلت له انت وين صاير تتمرن قال بسير مع كابتن خالد قلت له ايوه هذا الصح استفيد من خبرة كابتن خالد عرفت في المرمى استفيد منه شوف شو يسوي شو التمارين استفيد منه الشباب اكيد حافظ لنا نحن يعني اذا نحن كل واحد والله حافظ يعني كيف اقول لك ضامن مركزه الواحد ما بيعطي 100% اما يكون في تشالنج في حد تحدي عند حد من الشباب طالع جديد يبغى يطلع نجم لازم يكون في تحدي لازم يتحدى الكبار عشان انه هو يبرز لازم يعطي كل ما عنده انا اقول الشباب اللي موجودين هاي يعني من احسن الشباب الموجودين صعدوهم عندنا في الفريق الاول انا اشوفهم هاي من افضل اللعيبه لدرجه انه ولا مره تذمروا قالوا التمرين صعب ولا مره تذمروا قالوا والله مش عارفي بالعكس يسمعون الكلام ويسوون ويطبقون وبالعكس المباريات هم يركضون اكثر عننا نحن ككبار يعني نعتبر حاليا في الفريق ولكن يعني البركه فيهم صراحه شوف في النهايه اهداف نحن لازم كل سنه احنا مطالبين ببطوله يعني فتعرف انت الزعيم او نادي العين عامة لازم كل سنة يدخل لازم يطلع ببطولة يعني إذا نحن طلعنا من غير بطولة يعني تشوف الشارع الرياضي أو الجمهور أو الأمة العيناوية شوي تزعل منا لازم نحن نرضيهم ببطولة يعني لازم يعني شوف فعلا اللاعبين هاي أكيد الناس كلها تبغى تشوفهم ولكن أنت ما تقدر تحكم على اللاعب من أول نظرة فهمت علي اللاعب لازم تعطيه وقت عشان أنه يوصل للمرحلة اللي يفهم الفريق يفهم منظومة الفريق أنا من ناحيتي وجهة نظري الحين كملنا تقريبا نحن 10 أيام أو أسبوع تقريبا 10 أيام أشوفهم يعني جدا بيكونون إضافة حق الفريق في الموسم القادم يعني الشباب يحبون أن يحب يتعاون مع الفريق تشوفه حتى خلي أنت في النهاية في الملعب هو بيقوم بدوره اللي يطلبه من المدرب ولكن أنت خارج الملعب هي أهم شيء أهم نقطة تشوفه مع الشباب يجلس يسولف يضحك حتى لو نحن جالسين مثلا ما يفهم علينا عربي يحاول انه يسمع يبغى يعرف شو اللي نقوله نحن ولكن يعني انا عن ناحيتي المبارتين اللي طافوا كانوا ايجابيين بشكل يعني ساعدوا الفريق وان شاء الله يكونون هم اضافه للفريق في الموسم القادم
وانا اقول حق الجمهور تاملوا ان شاء الله بيكونون اضافه للفريق ان شاء الله. شوف في النهايه الخدمه الوطنيه شرف لكل مواطن مقيم على دوله الامارات. انا مش اقول ان مقياس انه كان ان يبعدني عن التمارين او يخليني، ولكن بالعكس انت عارف في النهايه انت لاعب كره قدم تكون لازم مرتاح وتكون تقدم تمارين وانت تكون 100% ما عندك اي وظيفه ثانيه. بالعكس الخدمه الوطنيه كان لي شرف انا قدمه، كانت تجربه وايد حلوه، يعني تعرفت على ناس جدد، على مسؤولين كبار، يعني بالعكس كانت تجربه لي وايد حلوه. صح ان هذا الشيء كان شوي يعني ان اوصل مثلا تمرين او تبعدني مرات في مباريات لانه يكون عندي شغل وما اقدر الحق على المباريات، ولكن البركه في الشباب في النهايه. انا مثل ما قلت لك كره القدم منظومه، يعني صح ان اذا عندك لاعب سوبر اذا يغيب مرات الفريق شويه تاثر، ولكن كرة القدم إذا عندك 10 لعيبة في الملعب واحد انطرد عندك بالعكس تشوف الفريق يركض أكثر يؤدي أكثر، عرفت؟ فمش مقياس، يعني في النهاية أنت عندك منظومة، عندك بديل، عندك مجموعة تقدر تساعدك، والحمد لله شباب العام يعني وقفوا معي وقفة، يعني كملت أنا سنة وأربع شهور وقفوا معي وقفة، بالعكس كانوا يحاولون أن أوصل التمرين أنا مرتاح، يعني كانوا يوفروا لي كل شيء، بالعكس يعني الأمور طيبة والحمد لله عدت الأمور على خير. ذكرتنا بالماضي 10 سنوات كبرنا. والله شوف كانت تجربة وايد حلوة. شوف أنا أول ما لعبت كرة ووصلت فريق الأول في نادي الشباب كان طموحي أن أحقق بطولات، أدور لي مثلا نادي أسوي لي سي في قوي، أحقق بطولات معاهم، أوصل للنجومية، وكان تارجت مالي لنادي العين، والحمد لله ربي يعني كتب لي نصيب أني أكون في نادي العين. انجازات كثيره حققتها مع النادي، يعني ما اقدر انا افضل انجاز على انجاز، بالعكس كل انجاز كان له في وقته وكل فرحه يد جد في وقتها. ف يمكن حق بالنسبه لي يمكن وصولي لنهائي كاس العالم للانديه يمكن كان انجاز، يعني اول مره يوصل نادي اماراتي للنهائي وتلعب ضد نجوم كبار، هذا كان انجاز وايد حلو يعني وشعور وايد طيب. ف انا ما احب اخلي انجاز، وبالعكس كل انجازات يعني انا كنت فرحان فيها والحمد لله على انا وصلت فيه، وانا والله مش عارف كم بطوله عندي في نادي العين حاليا. عندي اهداف كثيره، بس يمكن الهدف اللي كان حاسم والعالم كلها تتذكره كان هدفي على الوحده، مش لاني انا يعني خدت الكرة من منطقة بعيدة، ولكن الهدف هذا جاء في وقته، كانت عندنا إصابات وكنا ننافس على الدوري، يعني الهدف جاء في وقته وكنا يعني سجلنا هدف على فريق كان منافس لنا، يعني مش أنا أتفاخر أن سجلت هدف والله العالم تقول مارادوني عنه، لا 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 بالعكس الأهداف تحصل، ترى في النهاية أنا سجلت هدف خرافي ركضت من بداية الملعب لنهاية الملعب، في النهاية فهدف ينحسب، فكان هدف حاسم لي أنا، هدف حاسم. حتى اذكر المدرب كان زوران كان ينتظرني في الممر وانا طالع يقول لي مستحيل يعني اللي سويته انت. قلت له في النهايه هدف، يعني الناس يعني في ناس جدا فرحات وفي ناس، يعني انا احب اوجه حتى تحيه حق جمهور الوحداوي، انا بالعكس ما عندي اي عداوات مع اي جمهور، بالعكس يعني في النهايه هذا هدف، ولا حتى انا تفخرت بالهدف، حتى ما نزلته عندي في المواقع التواصل الاجتماعي، يمكن بعد فترة طويلة للأمور ما هدت بعدين نزلتها عندي، لأن ما حبيت الحساسية تحصل، في النهاية هدف، بس هو الهدف اللي أنا أشوفه حاسم يعني كمحمد أحمد موجود مع نادي العيني. النقد في كل مجال لازم يكون موجود، في النهاية في ناس أنت تحبك وفي ناس يعني مش أنت تكرهك أو أن تحب تشوفك أفضل، الناس اللي تحب تشوفك أفضل لازم تنتقدك، وانا احب النقد اكثر عن الناس اللي تمدحني، لان اللي ينقدني يشوف الخطا يمكن انا ما اشوفه، بالعكس انا اتعلم من النقد هذا، واتعلم ان اقول حق الشباب اللي مثلا حتى في التواصل الاجتماعي ترى الحين الموضوع كله سهل، كلمتين وسند وخلاص الامور طيبه وتوصلك على طول انت دايركت، ما يحتاج حد يوصل لك اياها، ففي النهايه انت بتقراه وبتشوف، اذا هالشيء كان لك انت ايجابي خله لك، حتى لو كان سلبي حاول انك تشوف هل هذا صح، يمكن هذا الشيء شافه فيا انا ما شفته، فانا لازم اغير، بالعكس النقد انا عندي، انا بالعكس دائما حد يقول لي شيء اقول له بالعكس مشكور جزاك الله الخير، يعني بحاول اني اصلح، ما احاول اني يعني اسوي اي شيء مثلا
يخلي الشخص هذا يغضب مني. فهمت علي؟ أنا أقدر في يوم وليلة أكتب في أي مكان فلان هذا انتقل لنادي ثاني، بس ما في شيء دليل أو ما في أوراق رسمية وصلت للنادي أن محمد أحمد أن والله يتنى عروض. لا لا لا، أنا بيصلي كل شيء من الإدارة، لأني أنا عندي عقد مع نادي العين، فأنا ملتزم أني أحترم كل قرار يتخذه الإدارة. في النهاية بقاء محمد أحمد أو خروجه، بالعكس ما يعني أي اتصال من الإدارة يعني عشان أنه يقولوا لي محمد أحمد يتنك العروض. فالشائعات تطلع في التواصل الاجتماعي جدا سهل حاليا، رتويت واحد وانتهى الموضوع. لكن أنا من ناحيتي يعني لازم أنفي الخبر، لأنه ما في شيء يعني موضح أو شيء مثلا وصل للنادي أن محمد أحمد بيطلع. أنا مستمر مع النادي، بعدني عقدي، بعدي باقي لي سنتين والحمد لله أنا مستمر مع النادي ومرتاح. ليش الإشاعات اللي تطلع أن محمد أحمد بيطلع؟ بالعكس يمكن صح الفترة الأخيرة مثل ما قلت كان ارتباطي مع الخدمة الوطنية يعني كان شوية تمارين ما أو مباريات، ولكن محمد أحمد خلص حين من الخدمة الوطنية، بالعكس متفرغ للكورة حاليا. بالعكس أنا حتى كان لي كلام مع الكابتن أحمد الشامسي، قلت له أنا هالسنة أتحدى مع نفسي، أنا أتحدى نفسي هالسنة أن محمد أحمد يطلع مثل ما كان هو أول ما وصل في نادي العين. فأنا أتحدى نفسي أن أبذل كل طاقتي، أعطي كل مجهودي، لأن نادي العين ما قصر معنا في أي شيء. فأنت لازم ترد الجميل على الأقل، حتى لو حققنا البطولات، حتى لو سوينا، بعد ما بنكفي ما بنوفي في نادي العين. فنحن لازم نبذل جهد أكثر عشان نحن يعني على الأقل الرد الجميل قبل لا مثلا تعرف العمر يعني يلعب دور، يعني الواحد شوية صعب يوم يكون عمره 20 و23 غير يوصل في 30. فأنا يوم طلعت في المواصل الاجتماعي نفيت الخبر، مضطر أني أسوي هالحركة لأن أنا ردي ما عندي مدير أعمال، ما عندي أنا مدير أعمال نفسي. إذا في خبر ولا في شيء نادي بيتواصل معي أنا أقدر أقول لك مثلا، بس ولكن ما في أي يعني أي تواصل كان ولا أي شيء، فمضطر كنت أني أنفي الخبر. في شائعة طلعت عني أن كنت مسوي حادث أنا سائر التمرين، يمكن شائعة وايد أزعجتني أنا، وطلعت حتى في مواصل اجتماعي نفيت الخبر أن أنا مسوي يعني سائر التمرين سويت حادث ومت. يعني أزعجتني أكيد وايد، أزعجت العالم، أزعجت أهلي يعني اتصلوا فيه ويبون يطمنون أنت حي ولا ميت. قلت لهم أنا كيف برد عليكم إذا أنا ميت؟ يعني بالعكس الشائعة هاي على طول يعني نفيتها في نفس الوقت، وقفت على جنب وقلت يا جماعة الخير إذا يعني في أخبار لا تحطون أخبار مثل هاي، لأن عندي أنا عائلة وعندي عيال، عندي أم، عندي أب، عندي أصحاب يخافون علي. فيعني الشائعة هاي صعبة، تعرف التواصل الاجتماعي الخبر من تنزل أنت بالذات على لاعب ولا على شخص مشهور على طول ينتشر. فالشائعة هاي وايد أزعجتني والحمد لله نفيتها، وانا اقول الله يسامح اللي طلع الشائعة. انا في النهايه ما حبدي على اي شخص، يمكن طلعها يمكن يبى يسوي مثل ما تقول مشاهدات عنده. الحين كل حد عنده المواقع التواصل معي في كل مكان، كل التواصل موجود حاليا. انت السلبيات اذا جتك ولا في مرات الناس تسوي خالد يعني قبل المباراه بيوم حد ينتقدك، حد يتكلم عنك، يبغى يطلعك من جو المباراة أو يبغى يشوش عليك. فأنت لازم تكون ذكي. أنا كشخص إذا أشوف الانتقاد هذا في بداياتي كنت أحاول أقرأ وأطالع شو اللي يحصل شو اللي ما يحصل. حاليا لا، حاليا أنا مريح بالي، خبر حلو قريته، نقد دليت على طول، ما أحاول إني أفكر فيه أو إني أسوي، لأن أنا عندي أشياء ثانية لازم أكون مركز فيها في الملعب. فهمت علي؟ فإذا بفكر والله باكر بتلعب ضد والله محترف جايبينه ما اعرف من وين وبيحاول ما ادري شو، في اشخاص تسوي تفكر هذا لعيب هذا ما، لا لا لا، انت شو اللي تقدر عليه، انت شو اللي تقدر وقفه، انت كم دافع، تعرف انت شو ايجابياتك شو سلبياتك، اذا انت كسريع عطى المساحه وجيبه، اذا انت كقوي خليك قريب منه. ففي ناس تحب تشوش عليك في التواصل الاجتماعي، تحب تخرب عليك. يعني كيف اقول لك، مو كل الناس تحبك خالد، مو كل الناس تحبك، في ناس اكيد يعني تكرهك، يعني اكيد في ناس بتحاول تشوش عليك، تحاول تطلعك برا المباراه، تحاول تسوي لك اي شيء. ففي النهايه انا نصيحتي للشباب انه قبل المباراه بيوم ولا بيومين او حتى في التمارين او اي شيء، خل الاشياء السلبيه هاي برا الملعب وادخل وانت مركز في المباراه، بتأدي احسن مباراه. يعني في النهايه خل التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي في اشياء ايجابيه، انا ما اقول كل شيء سلبي، في اشياء ايجابيه
بالعكس تواصلك مع الجمهور، تحفيز الجمهور لك، الناس تحب مثلا تشكرك بعد المباراة او تثني عليك بعد المباراة، تقول قدمت مباراة جيدة، بالعكس هالشيء ايجابي لك. ولكن في السلبي، لازم تعرف كيف تتعامل مع الايجابي والسلبي. الغرور يذبح، الغرور يذبح، يذبح اي لاعب. دائما خليك متواضع مع الناس، مع الجمهور، مع ربعك، مع اصدقائك، دائما خليك معاهم متواضع، بتوصل للنجومية. انا اتمنى صراحة ان تكون في مجموعة او نجوم يطلعونا هم صغار، لان المنتخب متعطش بطولات. منتخب نحن عايزين نبال المنتخب يوصل للمراحل اللي نحققناها واكثر. نحن الحمد لله في جيل حققنا بطولات، والشارع الرياضي كله كان فرحان، حققنا كاس الخليج، وحققنا وصلنا اولمبياد لندن، ووصلنا اذكر في كوانز وخذنا الثاني، يعني حققنا بطولات كثيره مع المنتخب. بالعكس اللاعب لازم يعطي اكثر ما عنده. اذا في خبر ولا في شيء نادي بيتواصل معي انا اقدر اقول لك مثلا، بس ولكن ما في اي يعني اي تواصل كان ولا اي شيء، فمضطر كنت اني انفي الخبر. انا شخص احب اعيش يومي بيوم، يعني صح ان الواحد ان يفكر في مستقبله، ولكن احنا عارفين احنا مسلمين وعارفين ان الموت عادي يجيك فجاه، فهمت علي؟ فانا احب اعيش يومي في يوم، يعني صح ان المستقبل انا مجهز للمستقبل، ولكن ما تعرف ربك شو كاتب، وين نصيبي، وين بيكون، هل بكون اداري، هل بكون موجود في النادي، هل بكون مدرب، هل بكون محلل. انا والله عن نفسي يعني مش حاط هالفكره في بالي حاليا، يعني فهمت علي؟ انا كل همي اركز في شغلي حاليا، اللي الشغل اللي انا موجود فيه احاول اعطي كل ما عندي، ترى اللي الله كاتبه انا راضي فيه. يعني ابتعدت عن الكوره، استمريت في مجال الكوره، في النهايه الحمد لله انا عندي يعني في المجال الكوره هذا الناس تحبني الحمد لله، ناس كثيره تحبني بغض النظر عن الناس اللي ما تحبني، ولكن انا في مجال الكوره يعني الحمد لله الناس تعرف منه محمد احمد، شو قيمه محمد احمد في النادي، سواء في النادي او كمتحدث. في النهايه انا والله ما رسمت لين الحين الخطه اللي بتجه لها.